البيع والشراء؟ لا طبعا ضيعة. نسبة البيع ايه؟ ضيعة. تمام، بتقفل الساعة كام؟ بنقفل الساعة 5:30. انت بتأيد اصلا حظر التجوال؟ والله لو هو للمصلحة احنا مأيدينه، عشان مصلحة، عشان الامور تمشي، بس يعني احنا مش، لكن مضرورين مفيش شك دي يعني في الضرر يعني. لكن لو هو ده اللي هيحل المشكلة دي، انا معاهم لما المشكلة تتحل. ايه المخاطر والمعاناة اللي بتعانوها اثناء ذهابكم لبيتكم بقى في الاخر وانتوا رايحين؟ امر طبيعي يعني، مصر كلها بتبقى في توقيت واحد في الشارع، ملهاش حل. اقل بنسبة 90%. بما ان كان في موسم بعيد وكده وانتهى الوقت، طبعا الوقت ما بيسمحش لحد مين يروح شغله ومين ينزل يتسوق. تمام. طب حضرة التجوال مأثر على حاجة البيع والشراء؟ اكيد مأثر على الحالة الاقتصادية كلها، مش البيع والشراء بس، كله. هو لو واحد عايز يسافر النهارده يروح يجيب شويه شغل مثلا من القنطرة مثلا او من بورسعيد او من المنصورة، ولا هيروح ازاي؟ مش هيعرف يروح، هيمشي بفلوس ازاي؟ مفيش حد اصلا الطلب قل بنسبه كبيره، فبالتالي مش هتتسوق. تمام. منذ بدا حضرتك التجاره حتى الان، هل تعرفت خسائر ماديه؟ حركه البيع والشراء بنسبه قد ايه مثلا قلت؟ مفيش حتى 0.5%. هو مفيش حد اصلا بيشتغل. خسائر يعني. خسائر ضخمه؟ اه. بالنسبه للحظر اللي بتعمل الساعه كام؟ احنا هنا يعتبر حاليا ده زي الوقت ده كده، خلاص 5 هتقفلوا خلاص دلوقتي؟ احنا هنروح بقى المواصلات بعيده. اللي عنده مواصلات بتاعه بيمشي. يعني انا اتكلمت مع محسن الليسي بتاع شارع عبد العزيز ده، قال لي ان هو ما قدرش حتى يوفر المرتبات بتاعت العاملين عنده. ما احنا ما فيش حد اصلا، ما فيش حركه بيع. احنا بندي المرتبات للعمال، ما فيش حركه بيع اصلا. تدي مرتبات من جيبك؟ من جيبك. راس المال بتاع الخساره المحل. المحلات كلها واقفه، ما فيش حد شغال. طب ايه رايك؟ علينا احنا عندنا كمان مشكله العتبه ووصول العشوائي ده اللي انت شايفاه. مش هنا 100,000 مره مفيش حد بالسرير، ولا محافظ ولا وزير ولا اي حد. انا الحظر، احنا مع الحظر، عشان ما تعرفيش ان بتفكرنا احنا ضد الحظر. احنا مع الحظر، بس يا ريت من الساعه 9 ومن الساعه 10 حتى اللي ينزل يلحق يشوف له بيع. الزبون حتى ينزل يعرف ينزل يشتري، الزبون يعرف ينزل يشتري ياخد راحته. الساعه 10 بيبقى الجو لسه يعتبر بدري برضه. احنا مع الحظر وكل حاجه ومؤيدين الحظر اذا كان، بس الساعة 10 بالليل 9 بالليل يبقى حلو. حتى انا انزل اعرف اشوف شغل، انزل اعرف الم فلوس، اعرف ادي الناس اللي ليه عندي فلوس، اعرف اعمل كده. نسبة خسائرك قد ايه؟ نسبة خسارتي 100% ولا ازيد من 100% نسبة خسارة عندي. اه والله العظيم ما بتكلمش، والله اسال اي حد من دول اقول لك نسبة خسارة عندي 100%. شهر رمضان كله احنا مستناه كل سنة، كله خسر فيه، كله خسر فيه. وبعدين الدنيا سحام خالص. انا على ما جيت من بلدنا، انا جاية من القناطر يعني من شركس، انا جاية على من شركس الصبح الساعة 8، على ما جيت هنا كان اذان الظهر، كان بعد الظهر كمان. والله ما فيش اشتري زي ما انت كنت عايزه؟ لا طبعا ما فيش وقت خالص. والاصحاب المحلات بيقولوا لك ايه لما تيجي تشتري في الوقت ده؟ طبعا مش عارفه افاصل زي الايام العاديه. طبعا هم بياخدوا بمزاجهم بقى. طبعا انا عايزه اشتري وعايزه اخلص. الاول كنت افاصل في وقت بقى. مثلا الساعه هم بيستعجلوكي عشان عايزين يقفلوا. يلا نقفل يلا نقفل، وانا عندي بنت عايزه تدخل. بستعجل بقى، بدفع وخلاص.